ولك ايش بك؟ ايش في ولك؟ ولك شو بكون نسيانين؟ يلا نبلش يلا يلا نبلش. ايش بدنا نبلش؟ يعني ما توقعكم غبي كل هذا اليوم ليلة راس السنة، يعني بابا نويل، يعني هدايا، وصلت؟ ولك ايه صحيح؟ اليوم ليلة راس السنة؟ صح، بس برأيكم بابا نويل رح يرجع يجي لعنا مرة تانية بعد ما بهدلناها هذيك السنة؟ ولك ايه بيجي؟ يلا قوموا جهزوا حقكم البسرة فيجي يلا يلا جاي لك مجهود يروح، قوم يلا قوم يلا. والله يوم شكله رح يكون خرافي، بابا نويل بذات نفسه جاي لعنا. لحظة، كاميرا، قربي علي، كلياتكم عم تشوفوا الفيديو هلا تحت هون، طلعوا تحت هون في زر اللايك، اضغطوا اللايك للفيديو وفي زر الاشتراك كمان اضغطوا عليه، وصلونا القناة 3 مليون بسرعة، فعلوا الجرس لتصلكم إشعار عن أول بأول. يلا بابا نويل بابا نويل بابا بابا نويل بابا نويل بابا نويل بابا بابا نويل بابا نويل بابا نويل بابا بابا نويل بابا نويل بابا بابا نويل. شو بلدو؟ ايش في؟ بابا نويل بابا نويل بابا بابا نويل. ايه لا بابا اضربني وقف وينها؟ تعال والله تعال شو بابا نويل بابا نويل. شبح بابا؟ هابي نيو يير. والله هابي نيو يير ورحمة الله وبركاته. وين العزم وين رايحين؟ رايحين نشتري شوية اغراض ونجهز حالنا عم نستنى بابا نويل عشان يجي ويوزع علينا هدايا. بابا نويل بده يجيب لكم هدايا؟ روح روح من خلط يروح، هي نهايته بتجوز وحدة من قرايبينه بتجيب له اولاد مناجيل. او بابا نويل او بابا نويل او بابا نويل. يوم شبك ام عبدة على طول متشائل ليكو هذيك السنة بابا نويل اجى لما اجى اجى لعنا على البيت ووزع علينا هدايا كمان. ويا ريته ما اجى، رايح جايب لي بوكسرات ملونه وراح بقص ايدي اذا ما جايبهم من سوق الجماعه ومسترخص كمان. بس انت لا تنكو، كان لازمك كلاسين ما كان لازمك. يا اخي بتعرف دايما تشكر للزلمه بتاعي شد حق البوكسر اليوم بالسوق؟ اليوم يا ها المو كويس والسعر حساسيه بتعرف تحققها. خلص يا بابا عبدا، بدك تحكي لي اسعار البوكسرات بالبلد يعني؟ ايش رايك اليوم نقوم نجهز حالنا ونظبط الوضع ونستنى لبابا نويل بس يجي، وبس يجي لما نشوف ايش عاملين له نحن نطلب منه طلبات دسمه بتعالم الخلق. ايش رايك؟ شلون نجهز حالنا يعني؟ ايش نعمل ايش نجيب؟ هلا بسرعه بتنزل على السوق بتروح بتجيب شجره الميلاد وبتيجي بسرعه، ونحن كل واحد بجيب له زينه والوان وهالقصص كلياتهم، بس يجي بابا نويل بشوف احنا مزينين له بخجع على حاله وبحاولنا الامنيات بدنا اياها. قوم يخرب بيتك على الافكار اللي لك، قومي بسرعه قومي 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 ولا قايمه قومي ليكني اياك من لحقتك. قوم قوم جاهزين؟ لا قويه جاهزين؟ ورقصي عالدوم وكمان عالطبلة رقصها عم بتدلع يا دوز وكمان عالطبلة رقصها عم شايفين مزة شجرة صار ما أحلى؟ يا رب بقى يجي إن شاء الله عمه بابا نويل. شو؟ ما أحلى وما يجي؟ قال ما يجي آه نزلت أنا تكلفت وحطيت فوقي وتحتي وجبت هاي الشجرة أخذتها من المول لطشني بحقها 300 ورقة وين ما يجي؟ عبادة اتصل عليه خليه يجي. بابا حدا قال لك هو رفيق شيء؟ شو بعرفني إذا بده يجي ولا لا؟ بس ليكم على الأغلب بده يجي لأنه هن بيقولوا بيجي الساعة 12 والله ليك ساعة 12 ولا 5 بقي 5 دقايق يعني قرب يجي. اي والله والله ينعشنا بده يجي للنايم عشان نعري. اي والله ينعشنا بدي نام انا. لا لا اوخ 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 لا حد ينام لا حد ينام هلا بيروح 5 دقايق بيجي راح يجي طالع طالع عليه من فوق مع التراس انا خليكم ها لا حد ينام. وينو هذا بابا نويل هلا وينو؟ Thank you.
والله الأجواء ما أحرها، شكلها هي السنة غير كل السنين. بس لحظة، أنا شلون بدي أروح وزع الهدايا على الأولاد هلا؟ مفتاح السيارة مع ماما نويل، شلون بدي أروح؟ والله شكلي بدي أدق مشوي، السنة مخوزقة من أولها. هابي نيو إير. علي الطلاق لو جايب معي ماما نويل، كانت اخذت شجره راحت فيها على البيت، حراميه بعرفها. ايش هالصوت؟ بابا نويل، مو انت بابا نويل؟ بابا نويل بشحمه ولحمه عنه يا عشقة الانوار. اي بديني بابا نويل. بابا نويل لك وين ماما نويل ونويل والعيله كلامك كلياته؟ ليش ما جبتهم معك؟ هذا انتو يخرب بيتكم، ما كان في اللي صار معي من ورا راسكم هذيك السنة جابكم انتو لهون، غيرنا بيتنا وكنا عم نستناك يا اهلين بالحامل والمحمول. ولك انا ارقاها منكم ولا ارقاها من المصاريع اللي برا؟ طول بالك خوي بابا نويل، طول بالك. ايش في صار معك؟ منين بدي بلش ومنين بدي اعيف؟ شفت البلاوي من وقت ما بلشت اجي اوزع هدايا عنكم بالحارة؟ ولك ايه فلقتنا؟ ايش صار معك يعني؟ نزلت لكم على بيت فيه مرة كبيرة، قلت لها يا حجة قولي لي شو بدك امنيات حتى احققها لك ياهم، عطتني 10 ليرات وقالت لي روح جيب لي ثياره بالطين خبز. يا ولد طول بالك، مرة كبيرة بقى. ما عليكم منه، إذا تركوا على بيت تاني شتركن واحد. قلت له إيش بدك أمني لحتى حقق لك إياها؟ قال لي بدي أتجوز واحد تاني على بارتي بس ما معي مصاري. جنس عاطل، كلكم أنجس من بعض، بدكم لا بالكلاش. بمناسبة الاستقبال الحلو، وبما أنكم عاملين لي شجرة وأجواء، كل واحد رح أعطيه هدية ورح حقق له أمنية كمان. رح بلش من عندك أنت. سوف أقول لك، سوف أقول لك، هي لك. جايب لي لعبة وانت هي لك، امسكي. انت ايش بتجيب والله يا بابا نويل؟ انت جايب لي لك لك هي جايبة ايش كان اسمها هاي؟ وانت هي لك حجي، نحن كبارية ونفهم مع بعض. سوق عزب حالك بابا نويل، ما كان بداية يعني غلت حالك. جايب لي شوي لك هي علبة دهون لحب الشباب، شايفني دامع شاب هاي؟ وانت هي لك سوق حبيب القلب، من حرم منك؟ لقى خلاص طبعا، وين هديتي انا؟ خلصنا. لحظة، انا نسيان اجيب معي هدايا للنسوان، انت مالك هدية. ليش هالحكي هاد؟ اضحك علي انت ولك؟ وين هديتي ولك بابا نويل؟ وين هديتي وين؟ لوك 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 لك لك ماني نسيانك، امسكي خدي هاي المسبحة، استغفري ربك شوي بيك رب العالمين بغفر لك، ولا بروح بمشي يا. لا لا طول بالك طول بالك، خلاص طبعا امي، خلاص طبعا. ماشي، كل واحد له امنية. بلشوا اطلبوا. انا اول شيء، انا بدي طياره. تكرم عيونك. ابرك دابرا ابرك دابرا. افتحوا. لك هاي لعبه، انا بدي اياها حقيقيه مو لعبه. طياره حقيقيه؟ لو انت مش دون انت، انا لو عندي طياره حقيقيه كنت جيت عندك اصلا. اللي بعده. انا بس ليك اقول لك، انا لا بدي هدايا ولا بدي بطيخ بسمير، لانه كل هذا راح ينكبوا بالاخير. ليك انا كل همي كرشي، ايش بتجيب لي؟ جيب لي اندومي، شيبسات، كولا، قصص، عصير، شوكولا، ما قصص يعني، عبي لي بطني. يا كرش، على طول همك كرشي، تكرم عيونك. ابرك دابرا، ابرك دابرا. افتحي. بسرعة. اقسم بالله انت ما في منك يا بابا نويل. شغله من شغلات الزمان. صار دوري ليك 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 بابا نويل، انا بدي سياره موديل هاي السنه حديثه يعني. امتى تكرم عيونك؟ لحظه. ابرك دابرا. افتح الصندوق. صارت محمد بتحكي عن جد؟ هات حيوتي مفتاح سياره يعني هون؟ اقسم بالله العظيم مصدوم انا. شو هاد بابا نويل؟ سيارة لعبة هاي؟ شو بخ انت ما حددت بدك اياها حقيقية ولا لعبة؟ لا يا هذا نصاب كبير، ها نصاب كبير طلع. ولا شو بكون يا جماعة مفكريني قاعد على بنك؟ انا زلمة درويش على قدي، اروح امشي يعني؟ مع الله بابا نويل مشان ما نزعل من بعضها، هديك السنة رح جبت لي بوكسرات ملونة مرقنا لك السنة بتزبطي والله. خلاص الضوء بتمنى وبسرعة بدي اروح اكمل توزيع الناس. ليك لاقول لك انا بدي سيارة مرسيدس وحقيقية مو لعبة. ولك قطع شعري قطع شعري، عمركم يا زلمة درويش على قدي،
نقوا غير شغلات بسرعة. يعني شو ما بدي شو ما بدي؟ أي شيء ما فيه مصاري عيوني إلا. ليك رأى لك؟ شايفها حرباية هاي قدامك؟ بدي ياخد خليها تشبه لأم تحسين. شو أم تحسين؟ مين هي أم تحسين؟ شو؟ أم تحسين؟ ايش بدك لك ابو عبدال؟ ايش قلت له؟ عبالو بدي اجيب لك هدية احلى من جايبها ام تحسين لام تحسين ورح بطي صوتك فضحتنا ايش بدك؟ طيب فهمني عسام مين هي ام تحسين مين؟ قرب شوي قرب ايوه بدي اياك تخليها لهي الحشرة تشبه لام تحسين هي ام تحسين وحدة حلوة طيب معك صورتها لهي ام تحسين؟ ايه ليكو معي معي ليكو ليكو وين تليفوني؟ ليكو حاطط صورة خلفية ليكو بزوك فرجي اوه يا درسون عرفان تنقي بمين بدك ياني شبهك يا ربي دخيلك ومستحي ايش نوع السيارة اللي بدك ياها قلت لي؟ سيارة ما بدي سيارة عمل لي قلت لك عليها انا قولك يا شيخ اطلب شي بالمعقول بدك ياني حول لك الحشرة هاي للحلوة هاي حشرة با ايش كان بدك منه ولا؟ والله لي وفقك خلاص سكوت سكوت بزمتك بضميرك بدي ياني حولك لهي ايه ما بتصير منه هيك لكن يا ابو عبادة هيك لكن اهدي يا ابو عبادة اهدي بس افهمك بس افهمك اهدي 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 شوفوا الحقير عم يهرب والله ما خليه هالليلة يسرد عليك وعلى هاد بابا نويت تبعك وانت لسه واقف هذا الكيس هاد تبعك لهون لك لا ابو عبادة تعال هون الله يوفقكم اخذوا الكيس بدي له كمية توزيع هدايا للعالم ولك تعالوا هون يخرب بيتكم وين راح الواطي؟ وين راح الواطي؟ لا لا ابو عبادة ابو عبادة ولك اشتغلي ولك اشتغلي قصة لك اشتغلي اشتغلت 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 لك وين راحوا هدول؟ وين اخذوا الكيس؟ الحمد لله الحمد لله قدرت اهرب منه الحمد لله عندك عندك يا حطير مالك رح تهرب مو مالك رح تهرب مو انا ما برجي وقف 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 يخرب بيته ولك استنوا كيس الهدايا كيس الهدايا وهي خلصنا من الاول ولك استني انت ايش عم تعملي ولك انت غبيه غبيه انت لحظه عم تحكي معي انت ما عم تحكي ايه عم بحكي معك وين اخذت كيس هدايا ورحتي فيه بالله شو اقول لك شغله ريح انت هاي السنه ريح هابي نيو يير ريح انت هاي السنه خرجك على رأي ما كلقتنا يخرب بيتك من حالك بس لحظه والله انا زعلان على هالولاد مين راح يوزعون هدايا هلا؟ لازم يوزعون كان خطرت على بالي فكره